ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا الجواز اشترط انه يكون مودة ورحمة بين الزوجين، حب وعطاء وتضحية بلا حدود بيقدمها كل طرف للتاني. وحتى لما بيحصل بينهم خلاف استحالة العشرة، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا تنسوا الفضل بينكم، اخرجوا بالمعروف. لكن للأسف حكاية ممدوح بطل قصة حقيقية النهاردة ما حصلش فيها كده خالص. اللي حصل ان ممدوح صنايعي تبريد وتكييف قرر انه يتجوز بنت معاها مؤهل عالي عشان تربي ولاده احسن تربية، بس اكتشف بعد الجواز حسب قصته وروايته اللي هو بعتها انها ميح وبتعمل كل شوية مشاكل من غير سبب. فقرر حسب ما قال انه يعتبرها معزة بتربي العيال، رغم انه ساعدها ان يتقدم في اختبارات المعلمين لما الدولة قررت تعيين 30,000 مدرس. بس بعد ما هي اشتغلت وتعينت اتغيرت معاه للأسوأ لحد ما سابت البيت وطلبت الطلاق، واشترط اهلها انه يكتب شيك عشان ترجع له وتضمن مستقبلها. طبعا ممدوح رفض ومشي في سكة المحاكم، وكانت النتيجة ان ولاده الكبار اختاروه وراحت بنته الصغيرة شفا لحضانة امها، والنتيجة ان الام كرهت ولادها عشان اختاروا باباهم، ما بقتش تسأل عليهم، ومنعت ممدوح انه يشوف بنته لمدة 5 سنين لحد ما البنت بقت بتكره باباها وابتدي عليه بالموت، وهو النهاردة نفسه يشوفها هو وباقي أهله وإخواتها. وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا سيل؟ ايه رأيك في قصة النهاردة بقى؟ هي قصة طبعا موجودة كتير صح؟ موجودة كتير ومن الأزمات اللي بتحصل بعد الانفصال وبعد الطلاق. التنفيس في الولاد نعند فيه، انتوا مش متوافقين مع بعض ومش قادرين تعيشوا مع بعض ومش قادرين تكملوا مع بعض، وكل واحد عمال يطلع القطط الفطسانه في الطرف الثاني، والحياه بينكم بقت مستحيله. طب هو احنا نخنق بعض ازاي؟ نستخدم الولاد الصغيره اللي مالهمش اي ذنب في اي شيء صح، ونبدا نوجههم طرف ضد طرف، ونكره الولاد في عشتها ونحرمهم من وجود الاطراف الثانيه في حياتهم، ونخلق اطفال مشوشه نفسيا صح مش قادرة اتحقق على اي شيء في الحياة، ودايما الطفل بيكون عايش بحتة الفقد، عنده فقد بسبب ان الاب بيعاند مع الام والام بتعاند مع الاب صح. والحروب النفسية والحروب كل الحروب انواع الحروب بيستخدموها. في طفلة تقول لباباها يا رب تموت تدعي على انه يموت، ما هو طالما في شحن من الناحية يعني ممكن تبقى طفل عنده 6 7 سنين مثلا بالكتير 8 سنين، ما هو سمعت تقول له كده؟ سمعت من الطرف الثاني ان هي بتقول كده حسبي الله ونعم الوكيل في رب يموت. ما هو الاطفال دي كانت عايشه في البيت اللي كان فيه المشاكل وشايفين الخناقات وشايفين الشد والجذب والالفاظ اللي استخدموها ضد بعض. هو الراجل لما يبقى اقل من الست بيعمل مشاكل؟ طبعا بيعمل حتى مشاكل. لو كانت الست ايدي وصوابعها ال10 شمع. الفروق الاجتماعيه والفروق التعليميه بتفرق في الجواز جدا يا جماعه، الناس ما بتبقاش مقتنعه ده. بس انا شامم ريحه كده من الشخص اللي بيحكي القصه، حاسس كده ان هو متهكم على الطرف الثاني بطريقه مرعبه. ما انت عشان بتقولها بس بادب وانت دايما بتطبطب حنين انت. انا حاسه بريحه نقص. يعني هقول انا ما عرفتش اوصل ليها فهدمرها. هقول لك حاجه، هو طريقته في عرض الكلام فيها نوع من انواع الغل والحقد والانتقام. في ولاد الاصول يقولوا على مراتاتهم معيز؟ لا هو ما ينفعش. معزه بتربي العيال؟ هو في الاول هو صنايعي وعادي شغلانه شريفه زي اي حد في الدنيا. هو لما قرر ان هو يرتبط بواحده مؤهل عالي. قال لك عشان تفيد الولاد فكريا وتعليميا وحاجات كتير جدا يعني. بس واضح ان هو ما قدرش يتخلص من عقده النقص اللي موجوده جواه ان هو اقل منها. وده اللي واضح جدا في طريقه كتابته من اثناء التحليل النفسي لطريقه الكتابه، واضح جدا ان هو عايز مغلول وعايز يصغرها، عايز يخليها ان هي يكسرها باي طريقه. عايز يخليها ان هي اقل منه. خدت بالك انه حتى المنطقه كلها بتقول عليها هي واهلها بتوع مشاكل وان هي مش هتتجوز تاني لو فكرت تتجوز؟ ايه؟ لا هو حكايه ان هي تتجوز، ما هي ممكن تتجوز ممكن تعيش حياتها. بس في راجل يقول كده؟ ما هو انا قلت لك هو زي ما قلت لك كده، هو ابتدى يشغلها وشافها ان هي تشتغل ماشي تمام زي الفل. هو كان عايز ياخد فلوسها؟ هو اكيد طبعا اي حد بيشغل مراته اكيد عايزها تشارك معاه في البيت. تمام؟ والله؟ بصي هو انا مع الست ان هي طالما
عايزه تساعد فضل منها فضل منها شكرا. هو مش امر، عايزه تساعدي كتر الف خيرك، مش عايزه تساعدي انت مش ملزمه. لا طبعا، نظرا للظروف الماديه اللي بتبقى فيها ضغوط وبتاع، الست الاصيله بتساعد. ما طب لا وبس ما بتقولش انا ساعدت، بتشكر. الست الاصيله ما بتستناش، ربنا مبارك في الفلوس في البيت يا اخويا، ما بتستناش ان حد يطلب منها يا سالي، فهي بتساعد من نفسها. بس هل انا لما ساعد، هل ان الطرف الثاني هيقدر؟ هل ان الطرف الثاني هيشيل ده جميل على راسه ويقول كتر خيرها ان هي بتشتغل؟ لان هو مش حق. طب ليه الطرف الثاني لما احنا ساعات بنساعد الطرف الثاني ممكن يجي عليك، ممكن يقولك مثلا، يلاقيك زي ما بيقولوا اوفر كواليفايد، او يلاقيك ان انت كتير، يقولك انت مفيش زيك، انت مش عارف ايه، وبعد كده يبتدي ينتقم منها. بص انا هقول لك ليه حاجة. ليه يعني ليه الطرف الثاني يعمل كده، واحنا يعني ممكن تكون واحده بتساعد، احنا بنساعد، وحد تلاقيه بيقول لك كلام وحش، ليه؟ لان احنا ممكن نحول المساعده دي ان هي تبقى فرض. انا بقول للطرف التاني انت ما بتعملش حاجه، انت بتعمل زي الناس كلها بتعمله، انت ما تفتكرش نفسك ان انت بتعمل اي شيء. لكن اي حاجه فيها تقدير في الدنيا بتبقى جميله وبتبقى لذيذه، والدنيا بتعدي وبتبقى خفيفه. يعني الراجل بيزعل لما مراته تساعد، ما بيحسش ان هو برجولته الكامله. بص انا عايز اقول لك حاجه، في رجاله سويه كتير جدا في البيوت، صح، ستاتهم بتساعدهم، ده طبيعي على فكره، طبيعي. وانا قلت لك ان الست الاصيله مش مستنيه ان حد يطلب منها. طبعا على فكره ممكن في ستات كتير بتشتغل وعندها مرتبات، بتشارك في البيت، بتجيب لبس لاولادها، بتشيل نفسها، بتشيل نفسها جدا من A to Z، وشايلها هو فوق راسها. مش هو تقولي بقى ولا انا عملت وعملت وعملت، بس الراجل مقدر ده وبيشكرها وبيقول لها كتر الف خيرك ان انت بتعملي، بس حتى ما بيبقاش في كسره من جواه. لا هو بص انا عايز اقول لك حاجه، الراجل اللي هو بيبقى عنده نقص او اللي هو مش بيقدر الطرف الثاني هو اللي بيحس بالكسر. لكن اي حد طبيعي سوي طالما في مساعده في البيت، اصل الحياه بص يا سالي هي مشاركه، صح؟ طب بس في راجل يقول لك ايه، انا اللي شغلتك، انا اللي جبت لك الوظيفه دي، انت بتاخدي من وقت البيت ومن حقك ان انت تحطي المرتب كله جوه البيت، فاهمه قصدي؟ يعني خدت من وقتك في الوزاره. وفي رجاله مثلا ممكن راجل يقول لمراته ايه، بصي بقى مش هتحطي فلوس في البيت، اعتبر نفسك مش رايحه الشغل تاني. من هنا بتيجي المشاكل. قلت لك الست الاصيله هتدفع لي مرتب يقعد في البيت؟ لا مش قصه مرتب، قصه ان انت لو ما حطيتيش المرتب في البيت انت مش هتشتغلي. هو شرط، في شرط يا جماعه، انا مع اي ست ان هي تساعد جوزها طالما راجل محترم وراجل كويس، ولكن التقدير حلو، الكلمه الحلوه والكلمه الطيبه طبعا، وان انت تشكر الانسان اللي قدامك وتقول له كتر الف خيرك، انت كده انسان سوي وانسان زي الفل. ايه التاثير النفسي لما العيال ما يشوفوش امهم وابوهم؟ يعني التفسير يعني العيال التاثير بيعمل ازاي؟ فسر لي ده بايه. الاب والام بالنسبه للاولاد هم القدوه في الحياه، وبتعلموا منهم حاجات كتير، العادات والتقاليد والتربيه والدين وحاجات كتير جدا. الولد دايما بيعيش بحته الفقد، هو مش لاقي اب في حياته او مش لاقي ام في حياته، دايما بيحس ان هو ناقصه حاجه عن الناس التانيه. طب ودايما لما بيشوف اسره كامله متكامله بيقعد يقارن ويقول مش معنى انا. ودايما الولد ده غصب عنه من غير ما بيحس بيكون ضحيه للخلافات الاسريه والمشاكل الاسريه. في ناس لا، وبيطلع توكسيك بقى او سام يعذب اللي حواليه، بيطلع بقى ينتقم من الناس اللي حواليه، بس انه كده في يوم من الايام اتحرم فبيحرم دور الضحيه، صح؟ لانه فقد حد من الاب والام. وفي نفس الوقت ده في حاجه كمان غير حته الفقد، يعني في ناس لما بتبقى منفصله يا سالي بيهينوا بعض قصاد ولادهم. ده قمه في قله الادب. الام تمسك الولاد، ده ابوكوا فيه وفيه وفيه وراجل وحش و و طيب لما الولد يسمع الكلام ده عن ابوه اللي هو بالنسبه له قدوه في الحياه، الولد فقد المصداقيه في الناس. طبعا لما البنت تسمع كلام عن امها اللي المفروض ان هي جالها عقده اصلا من الجواز ومن الرجاله ومن ومن، رقم واحد في حياتها، البنت هتطلع فقد المصداقيه في اي حد ومش هتصدق كلام حد. فللاسف الشديد يا جماعه، يعني احنا مش قادرين نكمل مع بعض ومش بينا توافق وفي بينا اختلاف، مش عيب ولا حرام ولا اي شيء في ده الدنيا. الشق. على فكره ساعات الطلاق بيبقى ايه، نجاه. يعني ايه نجاه؟ وجود طرف مع الطرف الثاني ممكن هيموتوا بعض ويأذوا بعض، ممكن يبقى هنخسر حد، حد هيموت. لما بنطلع حد من العلاقه دي احنا بننقذ طرف من الهلاك. تعال بقى نشوف بقى احنا ايه كده بنطلعه بالشق النفسي. تعال بقى نشوف بقى ايه الشق القانوني. معنا الاستاذ اسلام الغزولي المحامي بالنقد.
ايه الاجراءات اللي من حق الاب ان هو ياخدها لو زوجته او طلته حرمته من اطفاله؟ طيب هو في البدايه طبعا انا يعني بشكر حضرتك على راسي المقدمه وحضرتك العزيز الدكتور محمد هاني طبعا. ربنا يخليك ربنا يخليك يا ست المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك. هو للاسف احنا في جزء انساني جدا، يعني هو على الرغم من ان الموضوع قانوني لكن احنا بنتعلق طبعا بالطفل. للاسف الاطراف دايما ما بتاخدش في اعتبارها مصلحه الطفل في العداء او في الخلاف او في حتى سبل التواصل لحلول فيه. صح. القضاء ما واضح، احنا عندنا حق الاب او الحاضن بمعنى اصح، لان ممكن في الحاله دي تبقى الجده او جد يعني ام الام او ام الاب ايا كان مين هو الحاضن اللي ليه حق الرؤيه. حق الرؤيه ده بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما اتفاقي ان الناس بتقعد بمنتهى الهدوء بتتفق هيجي لك خميس وجمعه او يجي لك جمعه وسبت بالظبط ايا كان المواعيد، ايا كان هيستضيفه لا مش هيستضيفه، هيقعد معاه ساعتين مش هيقعد معاه ساعتين، المكان لائق محترم بعلاقه وديه يعني محترمه. او برضه القضاء يعني ما فيش اي مشكله في القضاء في حاله الاختلاف او تعذر، لكن احنا بنتكلم في اطار من ان احنا بنحترم احكام القضاء ونحترم تنفيذها بشكل راقي. هي الفكره اللي احنا بس محتاجين نستعد امكانياتنا شويه. من حق الاب في الحاله دي او باعتبار ان الغالبيه في فكره فقد الحضانه والرؤيه بتبقى للاب في الغالب يعني. بيلجأ للمحكمة بيرفع دعوة للرؤية والدعوة دي بيتحكم فيها بحقه في الرؤية مرة أسبوعين، اللي هي بتبقى كل ثلاث ساعات، يعني قصدي ثلاث ساعات كل أسبوع. مدتها ثلاث ساعات مرة كل أسبوع. طب لو امتنعت؟ لو طبعا هي الأول بتتم يعني في أحد اللي هي الأماكن، يعني سواء نادي رياضي أو مراكز شباب اللي هي دور الأمومة والطفولة والحاجات دي، يعني الأماكن الأساسية. أنا عايز أسألك بقى على حاجة كمان يا أستاذ إسلام معلش. لما هو يقول ان هي رفعت عليه كذا قضيه زي اللي حضرتك قريتهم في القصه، ان هي مش عارفه خدت حق ايه وحق ايه وحق ايه، هو اكيد عشان المحكمه تحكم له بيبقى اكيد مذنب، الراجل ده عمل ايه بقى؟ انا عايز اسمع من بين السطور كده عشان انا مش فاهمه قانونيا هو ازاي اتاخد كل ده ضده وهو طالع ان هو بريء 100%. يعني طبعا احنا بنشوف من وجهه نظر واحده، ما شفناش من وجهه نظر طبعا للاسف. للاسف، لكن هو عادة بتبقى ان الزوج ما انطقش، الزوج اساء للزوجه، حصل تطاول، حصل اساءه جسديه يعني عشان ياخد كل الاحكام دي، عشان ياخد الاحكام دي يعني. ما بيدفعش النفقه يعني، اتحكم بالنفقه فما دفعهاش فبياخد جنحه حبسه ضده لعدم تنفيذ حكم النفقه. يعني ده المتوقع برضه، ده من طرف واحد يعني، احنا برضه ما سمعناش الطرف الثاني بس احنا لا يعني هو ده من طرف واحد ان هو اتحكم عليه بكده عشان المحكمه تحكم له بده، طبيعي ان هو يكون جه على الطرف الثاني. اكيد اكيد. فاحنا عرفنا كده بقى كلام الطرف الثاني بشكل غير مباشر. يعني انا بقى عايز اسالك، هل هو لو راح في المحكمه وقال ان انا بقى لي خمس سنين ما شفتش بنتي يتحكم له في ساعتها؟ ده ينفع؟ ده طبيعي؟ يعني هو المفروض ان احنا طبعا هي في اشكاليه كبيره جدا في الاحكام بتاعت الرؤيه ان بيحصل ساعات تعنت من الطرف الثاني، لكن هو في القانون نظمه. مش احنا ده مش المرجو لغايه دلوقتي، احنا بنطلب بحاجات اكتر من كده، وده طبعا مشرع ان هو يقدر يعني يخلي القانون، دايما نقول بنطلب بقانون مستنير بيتماشى مع سرعه تطور المجتمع والاحداث اللي بتحصل فيه. النهارده الاب عاده بيرفع دعوى الرؤيه بتتحكم بثلاث ساعات زي ما اتفقنا كده في كل اسبوع. لو ما حصلش تنفيذ للحكم المفروض ان هو بيثبت في سجل في الاماكن اللي احنا اتفقنا عليها دي اللي بيتنفذ فيها حكم الرؤيه، فبيثبت في السجل عدم تنفيذ الام او الحاضنه لحكم الرؤيه. مرة أو اثنين أو ثلاثة، بعديه طبعا إن هو بيعمل إثبات حالة في اسم الشرطة، بيرجع بعد كده لدعوة دعوة دي بسلب الحضانة مؤقتا، يجوز له إنه يعمل كده، فبتتنقل الحضانة للدرجة اللي بعديها على طول. يعني هو ممكن ما يعرفش بقى يعمل كل ده بقى اللي تتنقل بقى الحضانة وكده غير بوجودك أو مساعدتك، ممكن؟ ربنا يبارك في حضرتك. أنا بشكرك وكلنا مع بعض جدعان وربنا يعني يخلصها على إيدينا ويا رب يجعلنا سبب. انا بشكرك جدا نورتني يا استاذ اسلام. قولي بقى يا دكتور محمد، ارجع بقى للشق النفسي تاني. الست دي لما تعمل كده هل دي يعني سويه بس مقهوره؟
هو في ام ترمي ميه سخنه على عينين عيالها؟ هو بص طبعا هو على الكلام اللي مكتوب في القصه هو طبعا يعني حاجات لا تصدق يعني. هو بيهول قوي؟ مش قصه بيهول، هو اكيد يعني عايز اقول لك حاجه، اصل اكيد الام اللي بتبقى بتتعامل مع الاولاد كلهم وحشين هتتعامل مع كل اولادها كده. ولا هي بتحب البنات اكتر من الولاد؟ ما في ستات البنات بتحب الولاد اكتر. قصه البنات ممكن تكون مثلا ايه، بص هو واضح ان طبعا في خلاف ما بينهم كبير جدا، وان في الفتره الاخيره قبل الانفصال في عدم تفاهم بدرجه بطريقه مرعبه. صح. فكل واحد ابتدى يجنس عدد من الاولاد ناحيته. يعني مثلا هو ابتدى يميل للولاد وابتدى يهتم بالولاد وابتدى يركز مع الولاد شويه وابتدى ان هو يعمل استقطاب للولاد. هي هتطلع من القصه دي ابتدت تاخد مين؟ بنتها. طبعا هي اكيد في الفتره دي كلها بتشحن بنتها ضد ابوها، ان بقى وحش، ان هو شخص كان سيء، ان انت ما تصدقيش، ان انت ما تعرفيش تعمل ايه، بتحاول تنفذ بقدر الامكان في الناحيه الثانيه. ده اللي بيحصل. ده ويعني ايه نبدل العيال؟ يعني حتى هو مشي على نهجها. لا هو مش نبدل، بيقول لك اسرع حرب فعلا، بيقول لك احنا نبدل، ما تاخدي انت الولاد واخد انا البنت. بس مش قصه نبدل العيال. يعني هي الولاد، هي الولاد كبار او صغيرين ليهم حقوق في الاب والام. ليهم حقوق في الاب والام، مش عايز معنى نبدل. البنت لو عاشت في تربيه ام هي تبقى مفتقده الاب، والولاد لو عاشوا في تربيه الاب هم مفتقدين الام. انا اتمنى ان الدنيا تتحل في موضوع الرؤيه ودي. يعني ايه؟ في محاكم عشان حقوقها والنفقه والمؤخر والقصص والحاجات دي، هي رفعت، واضح ان هو ما اداش الحقوق، فهي كده اضطرت للقضاء. نسيبنا بقى من القصه بتاعت القضاء دي، دي حقوقكم انتوا مع بعض. حقوق بقى الولاد ان يبقى الاب موجود في حياتهم والام موجوده في حياتهم. واللي يعمل ما يعملش ده يبقى انسان سيء، حرام. انتوا كده بتظلموا الولاد ظلم واضح. يعني انت معاك الولاد ماشي، انت بتربي الولاد، بس الولاد من غير ام ما هو ما ينفعش. الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش. هسالك سؤال بمنتهى الامانه، انت عمر حد جالك لسه عايزين يتجوزوا ودايما بيقولك لازم يكون الصحه النفسيه كويسه ويكشفوا على صحته النفسيه، في حد انت فعلا لقيت انهم مش متوافقين تماما وقلت لهم بلاش يا جماعه تعملوا كده؟ مش متوافقين. او عملوا كده؟ طبعا والله العظيم. يعني في ناس بتعمل كده بجد ولا ده بيبقى كلام الاعلام وكلام التلفزيون بتزوق؟ في ناس بتبقى مخطوبه وفي فتره الخطوبه في بينهم مشاكل مرعبه كبيره جدا جدا جدا، فطبعا وصلوا مثلا ان هم يعرضوا نفسهم على مختص يشوف الدنيا فيها ايه. لما نيجي نقعد معاهم ونيجي نعمل لهم اختبارات، الناس دي غير مؤهله فعلا للحياه مع بعض. الناس دي بتقطع بعض حرفيا في فتره الخطوبه، ده هم لسه بعاد. انا المسؤول منك ولا انت مسؤوله مني؟ طب رايك انه الحاله النهارده بقى، عشان هختم بقى برايك، دول كانوا من الاول مش متوافقين وما ينفعوش ان هم يرجعوا، ولا انت بتدعو ان هم يرجعوا ونهدوا سرهم؟ هقول لك حاجه، هم من الاول غير دبلوماسيه، من الاول غير متوافقين، يعني مش هينفع يرجعوا تاني بسبب الفروق التعليميه. لان الفروق التعليميه بتوصلني لفروق فكريه وفروق مجتمعيه. والزوجه لما اشتغلت وابتدت تمشي في 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 مستقبلها، ممكن يكون الزوج بوضعه كصنايعي مش مناسب ليها. صح. فابتدت تتخلص من الحياه دي، وهو بقى يحس ان هو اقل. بس كده. ومن هنا جه الطلاق. بشكرك جدا.